الان عن طريق اللاعب ديمبا ديالو مالي في المقدمه بادب جميل، تمريره من داخل منطقه الجزاء وباليسرى في الزاويه الصعبه المستحيله. مالي واحد زيمبابوي لا شيء. مالي تسجل الان الهدف الاول في هذه المباراه. ياتي الهدف بعد تحرك رائع من جانب موسى بالو اللي ارسل الكره على الطبق من ذهب. هنا بدات القصه مع كوني، وبالو يعيدها الى ديمبا ديالو يسجل.